اخواتي صباح الفل يا جدعان. دلوقتي انا معايا 354 مليون، يعني انا قدامي ان انا اجيب امبابي النسخه دي، وقدامي ان انا اجيب رافائيل لياو النسخه دي، وقدامي ان انا اجيب امبابي النسخه دي، يعني فانا هجيب اقل نسخه فيهم بصراحه ربنا لامبابي. ويعني فاهم، انا كنت بفكر حتى في جينيولا النسخه دي، بس خلاص خلينا في نعلي الاوفر شويه وناخد ده ب 200. هو ب 231، انا ممكن احط ب 210 مثلا، يمكن يجي مثلا، يمكن يجي. وكده كده في نسختين هنتابعهم كل ماتش، يا رب يجي لنا، يا رب يجي لنا. يعني الفيديو ده عن امبابي لو جبناه ب 210 هنعرف نجيب سي ام محترم ببقية الفلوس، وهنعرف كمان نطور التشكيلة. يعني انا عايز احط فلوس لتطوير التشكيلة اصلا، تلاتينات رانك، عشان التشكيلة مش تلاتينات رانك، لان انا كمان معايا لعيبة، هيكون معايا تبديلين، هيكون معايا ريبري وهيكون معايا خولد، ممكن بنسبة اساسية كبيرة ممكن نجيب حد تاني سي ام، ما اعرفش. هو خلد شكله هيبقى اساسي اساسا، شكله خلد هيبقى اساسي، وخلد حلو اساسي، فاهم؟ معانا فلوس ممكن نطور بيها، نظبط بيها، بس عايزين سي ام محترم بعد ما نجيب امبابي. ف يا رب امبابي يجي. انا حطيتها اهو 210، ان شاء الله كده حد يبقى حنا، يكون معاه امبابي يبقى حنا ب 210. ما ينفعش هنجيبه 230 وامرنا لله، بس يعني تخيل 210 230، رقم محترم. يا رب نجيبه بس بفلوس قليله، يا رب يا رب. احنا بنلعب ونستنى مبابي يجي، وهكذا وهكذا وهكذا. وتشكيلتنا جامدة في كذا. اوبا، ليفاندوسكي وكرويف بيلعب ب 4 2 2، انا ما بحبهاش 4 2 2 2 دي بصراحة، بيلعب بيها الماتادور. الماتادور ليه؟ ليه البنج 115؟ ليه معلش؟ ليه البنج 115؟ ليه يا اسطى؟ يلا يا جيرارد، جيرارد مش متطور فلن يحاسب على اخطائه. اوف سايد، جيرارد مش متطور فلن يحاسب على اخطائه. جيرارد اهم حاجه ياخد الكرة يباص على طول، يعني يلعب على خفايف. هو وريبري، هو وريبري، بس ريبري عرف يجيب ار2 قشطه، ما عرفش خلاص. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هيباص للي هناك طبعا، اللعيبه بتاعتي ما بترجعش غير لما انا ادخل حد عليه. طب ايه؟ طيب ايه؟ طيب طب ايه؟ طب خش، الواد بيلعب حلو. عاش يا الماتيوس، ماتيوس ضد ماتيوس. ماتيوس بيعمل شوية مهارات طرش. ماشي، انا بحاول اقفل بالخلد. طب يا بلان انت قطعت الكرة، خش خدها. مش كمان بتحرك باللعبة، اللعبة بتتحركش في الحتة اللي انا عايزها بالظبط، فاهمين؟ يعني انا بدي اتجاه في حتة اللعبة بتتحركش ليه. بسرعة بسرعة عشان دي بتحتسب هدف دي. ايوه الحمد لله. اطلع صلاح، اجري بالصلح بقى، استخدم سرعتك. محدش هيجيبك، محدش هيجيبك، ولا روبرسون ولا غيره، محدش هيجيبك يا صلاح، محدش هيجيبك صلاح. جابك بتاكلينج، الإضاءة بتنزل، فيعني كده الفيديو هيتفشخ. ممكن نلعب هنا. لا يا اخو، لا يا جيرارد، والله ما شفت من اللاج، اقسم بالله ما شفتش من اللاج يا جدعان. طب ادينا بنقرب من وراها، والله المروحة حتى صدعتني، اقسم بالله. انا بصور بقالي مدة، بصور بقالي مدة، مخاصمني بقاله مدة، مخاصمني بقاله مدة. قفل، يلا نستغفر ربنا، نعمل لايك، اشترك في القناة، اشترك، طلع علينا الحكة، نخرب الدنيا. يلا بينا. بدأت ارجع التشكيلة لوضعها بقى، بدنا نرجع التشكيلة بقى لوضعها بقى، هادي هادي بقى يرجع. بس البنج عندنا 120، انا معرفش ليه بلاقيين بج بنج، ما هو 120 ده بنج عالي. طفطف في النور يا اسطور. الواد ماسك كورة بشكل حلو، ما تشكيلته هجومية. خش يا خلد، عاش ياض، بحبك واحب من يحبك. والنبي لا. ما انا مش بعد الدفاع ده كله يا جدعان، تدخل كورة زي دي عرضية يا جدعان. تعالى ياض، تعالى ونمسك على الكورة، تعالى. يلا
يلا يا ظاهرة، مش كده يا ظاهرة، حرام عليك يا ظاهرة. الهيل تويل مش بالناحية دي يا اسطى. حرام عليك يا ظاهرة. طب استنى يا عم، حاش فيها والله، فيها لسه المباراة فيها. فين خطوط النص اللي معايا؟ مفيش. يلا يا صلاح، انت ساب الكرة. مباراة سكريبتد، المباراة دي سكريبتد يا رجالة، المباراة هذه سكريبتد. التشكيلة بتاعتي ما بتلعبش يعني. انا الكره اللي ضاعت من خدها صلاح، طارت من رجله بالشكل ده، ده خرا يا جدعان. يلا اجري، باص. يلا انا مباصي بقالي نص ساعه تقريبا. يا اخي حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك يا جدعان. الواد جاب هدف من الركنية اساسا. طارق انت جاب هدف من الركنية يا طارق، حرام يعني يا طارق. وانا عندي بج نت يا طارق، عندي بج نت يا طارق، عندي بج نت يا طارق. حرام يا طارق، حرام يا طارق. 13000 تانية ليه يا جدعان؟ بتنزلوني ليه ضد ناس صغيرة كده تغلبني وتغلبني بركنيات؟ اللي مباعجه. اوبا اوبا يا جدعان، يا نفسي فيك فشخ يا اسطى، والله والله العظيم نفسي فيك فشخ بجد والله يا اسطى، بجد يا اسطى. تمام، احنا عايزين بس نعمل كده اللي انباع. وكان في لاعب تاني اصفر يعني، استنى نعمل تدريب تصفية. كان في لعيب اصفر، هو ده. هنقول بيت 29 رانك كلهم للانباع، لان الانباع هو الوحيد اللي يستاهل نقول له ال 29 رانك. دول بتوع هالاند اساسا، انا عملتهم انا لوحدي. هنحط الانباع وهنعمل له التفاصيل، طبعا هنزود له المهارة البرعة ومنش ثغرات، وندي له واحدة مراوغة. هيلعب استرايكر، اوبا سرعته 155 والتسديد بتاعه 130 والمراوغة 146، ده هيبقى جامد موت، يبقى جامد. ومعانا كده ايه، ريبري بره تبديلات. طيب انا معايا دلوقتي كام مليون؟ معايا 144 مليون. تعالوا نشوف سي ام اصفر، عشان احنا محتاجين سي ام، عشان معناش سي ام اصفر. احنا معانا 144 مليون، يعني ننزل شوية لتحت، ننزل شوية لتحت، ننزل شوية لتحت. في برونو حلو، في مودريتش، بس 144 مليون عايزين حد كويس، عايزين حد كويس حتى لو الاوفر بتاعه قليل. مش هجيب بلنجام تاني ابدا، لا خلاص بلنجام كانت فترة وعدت. 144 مليون، 144 مليون. جيرارد النسخة دي نظامها التلاتة مهارة اخص. ديبول حلو، عنده حاجات كتير ان هو يلعب في الحتة دي كويس. ديبول كويس، بس احنا وريني كده تلاتة مهارة. انت اخس ديونك، طفي النور، تعالى 137، 138. والله انا خايف يتباع يا جدعان. خلاص احنا كده كده معناش، فخلينا نحطه ب 138 لحد ما يتجاب، حتى لو ناس اشترته نفضل وراه. مش ديونج 4 مهارة، 4 مهارة. السمات بتاعته ايه؟ متوسط مرتفع كويس كويس. هنخش دلوقتي نجرب الانباع، الانباع يا جدعان، هنخش نجرب الانباع.
هذه هي اللقطة التي انتظرها. يلا بينا يلا بينا نلعب بالانباع شوية، ومعانا ريبري ممكن نبدل بين الظاهرة، ويعني هنبدل كده بناس ونعمل الدنيا حلوة، نعمل الدنيا حلوة. يلا بينا رجعنا لتشكيلتنا الأصلية يا جدعان، الحمد لله. وهنبقى نبدل نغير تشكيلات وحاجات كتير بقى الأيام الجاية برضه. والله لازم قاعد بصور بقالي فترة عشان أظبط التشكيلة دي، وعشان أصالحكم على اللي حصل يعني في الفيديو اللي أنا حذفته. اخواتي انتوا، اخواتي انتوا حبايبي حبايبي. 27 رانك واللي انباع 29 رانك، حلو قوي حلو قوي. يلا النبي يا اسطى ما تعملش جليتش سنتارة يا اسطى. يلا يا الانباع، الانباع بيخش عايز يعمل مشاكل. يلا بينا يلا يا الانباع، الانباع بص شاف حاضر ازاي. دلوقتي هلعب ناحية ال ال دبليو وانا مطمن. يلا ادي الانباع يا اسطى، يا ولد على الانباع يا ولد يا ولد. طب ايه؟ طيب يا الانباع يا الانباع الانباع رحت فين؟ خد يا الانباع، باصي 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 على طول ار 2 على طول، ار 2 على طول كده يا ظاهرة، ار 2 على طول يا ظاهرة، على طول يا ظاهرة. عاش يا ظاهرة، خسرانين كتير الماتشات اللي فاتت. عاش يا ظاهرة على طول. يلا بينا في الجمدان منه، في الجمدان منه. النبي اصلا ما تعملش جليتش سنتر. يلا حاسس الواد ده هيجي له وقت ويعمل في جليتش سنتر، مش عارف ليه. الصلح يلا قفل، باص باص يا صلاح ده زمبروطة. قفل يا بلان، يا لهوي انا كنت بقول له قفل يا بلان. فتحت تلحقوها والله، الحمد لله الحمد لله. الواد ده تهديفة مش في حتتنا. يلا اكيا الجيرارد، الجيرارد اللي بيباصي خلت. ايه اللي انباع؟ يلا يا اللي انباع، يلا يا اللي انباع. اول اهداف اللي انباع يا جدعان، اول اهداف اللي انباع. ناخدها سكرين، ناخدها سكرين. استنى عايز اخدها سكرين تاني برغم ان الدنيا هتبوظ. خدها سكرين بقى وهو بيشوط كده بالظبط. حلوياتك حلوياتك وجمدانياتك. عارف ان الموبايل بتاعها هيضرب دلوقتي بقى يعني. يا اسطى ما تقفلش يا اسطى، بلعب يا اسطى ما تقفلش يا اسطى. يا اسطى الواد اكتئب، الواد اكتئب يا جدعان. قال لك الواد معاه مبابي يا جدعان واصفر وبتاع. يا اسطى ده انا لسه هجيب كل حاجه صفرا يا اسطى. يا اسطى سبتني ليه يا اسطى؟ سبتني ليه يا اسطى؟ سبتني ليه؟ انا عملت ايه؟ سبتني ليه؟ طيب ما احنا كده هنجرب كده الفتره الجايه. هجرب كده نص شوط كامل ارتوهات يعني، باور شوتات من بره الملعب باللعيبه بتاعتنا. ايش صلاح على ماتيوس، ماتيوس بيضرب ارتوهات برضو يا جدعان، بيضرب باور شوتات حلوه، فاحنا عايزين نجرب كده. يلا هتتصدد يعني يا عم، هاتي هتتصدد طبيعي يعني. يلا طخ بالايد بالرجل التانية، رجل تاني. طب ما انا مش عادلك على رجلك يا صاحبي يعني، انت معلش ليه شوتها بالرجل دي؟ معلش ابو الصلح، يا ابو الصلح ايه اللي انت بتعمله ده؟ ابو الصلح يا ابو الصلح ماشي. هي اللي عايزين نسكع بار شوتات بقى يا جدعان. قفل يا البيبي قفل. اف 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 الانباع، الانباع الانباع. جيرارد بي 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 بيحوش على الانباع يا جدعان. لا ريبري اللي يطلع مكان الانباع. احنا ممكن نعمل كده، ننزل ده كده وننزل ده كده، نطلع الظاهرة وما نطلعش الانباع.
يا الظاهرة. يلا طب انا عايز اجرب باور شوت بالانباع، ار2 بالانباع ترشوية. يا لهو عليك يا الانباع، يا لهو عليك يا الانباع يا الانباع. ماشي، الاحتفال بتاعه مستفز فشخ على فكرة، الاحتفال بتاعه مستفز فشخ للخصوم. خلاص انا بشوف ايه، بشوف ايه، ده انا ضد الكمبيوتر، ده انا ضد الكمبيوتر. يلا بينا كمل يا حبيب المباراة. يا كمبيوتر خلص، ما انت عارف ان انا كده كده هفوز، ده انا مطلع لكم الحارس. الحق بدل ما يسكع بس الواد سكعايه، تلاقي الكمبيوتر سكع سكع فاج، خرب الدنيا. اريح يا كمبيوتر يا عبيط. يلا اللي انباع ابو الصلح الارض، الباور شوت بتاعه. يا لهوي والله كانت داخله، والله كانت داخله، كنت عايز اخدها لقطه. ايه الماتيوس؟ يلا يا ابن اللذينة قفله بقى. خلاص بقى حكم، بس الحمد لله المباراة خلصت يا جدعان، وعايزين نطلع نشوف السي ام جالنا ولا ايه الدنيا. ويعني لو جالنا كده هنقفل الفيديو عشان نبقى نظبط له حاجة تانية، او ممكن نلعب بالانباع فيديو مباراة كمان، بس كده عشان ابقى كده ايه يعني غنيتكم بالانباع، بالانباع يا كده يختي. ماشي 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 ماشي، عاش عاش يا الانباع. ما جاش لسه، ما جاش لسه، لسه ما جاش، لسه ما جاش اللي في يوم يعكر لي مزاجي. يلا يا رب ديونج يجي. ديونج حلو على فكرة، ديونج حلو ان شاء الله يبقى جامد، بس الكارت شكل الكارت بتاعه معفن اوي، شكل الكارت معفن اوي. اد فؤاد، ربنا يستر يا عم، اد فؤاد ربنا يستر. دي بروين، فالفيردي، خلط، مالديني. ماشي 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 ماشي، يلا بينا يلا بينا يلا. تستر الواد داخل سخن. فينيسيوس انت مش هتاكل مع اسمه ده، فرايح نفسك، مش تاكل مع كوندي، لا انت ولا اي حد من اللي تبعك. معايا ثلاثي هجوم خطر، صلاح، مبابي، الظاهرة. الواد بيتحرك صح اوي، الواد بيتحرك صح اوي. اخ لو كانت عدت، يلا بعيد اوي دي، مش هتيجي، لا مش هتيجي. عاش خلاص، ارجعوا ارجعوا. يا لهوي يا لهوي، مش هتاكل يا فينيسيوس مع كوندي، مش هتاكل مع كوندي قلتلك، عيب يا اسطى، عيب يا اسطى. ماتيوس كان هيخش يخترق، مش هتاكل مع كوندي، مش هتاكل مع كوندي. الكوندي هيفشخ فينيسيوس. هل اللي انباع هياكل مع الفيرنبونك؟ اوه كل كل مع الفيرنبونك، كل 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 ده، كل واتغدى وكل حاجة تمام. بوف قد ناروما، من الذين ده ناروما، كنت قويت الباور شوية تاني كانت ظبطت. ايه البلان ده ناروما يا جدعان، فشيخ شايل الواد هدفين لحد دلوقتي، حرام افترى يعني ان انت تجيب هدف اسيست من الحارس. يا لهو عليك يا اللي انباع، اضافة يا ابني للتشكيلة والله. اوف سايد ولا ايه؟ اوف سايد. خلاص ماشي ماشي ماشي، اوف سايد ماشي ماشي.
اه يا ولاد الذين، خلاص خلص المباراة دي، خلصت. الشوط الاولاني ينتهي بالانباء. نزل لي بس ده كده، ينزل يكون غول شوية مع الناس. تعبان اوي يا جدعان والله العظيم، حاسس ان انا مسكوم، وحاسس ان انا ايه، خدت دور زيادة بسبب المروحة اللي انا بحطها عليا دي. ايه اللي انباع؟ والصلاح والدموع، قول للأرواح مقدسة يا ابو الصلح، يا ابن الذين. ماشي. عشان مجنون، ايه ده؟ هو مجنون طلع بره فخد فاول. طب انا معلش، طب انا مال انا يعني، انا مال انا، انا مالي ماشي ماشي يا فيفا، ماشي يا فيفا، ماشي يا فيفا. لا لا، تمام، والله العظيم اقسم بالله اديت اتجاه صح يا جدعان، وبعدت عن ام دوناروما صداها، والواد خد هدف ببلاش. انا عملت ايه اصلا؟ اقسم بالله يا اخي حرام يا اخي، ايه بيصد كل الكور؟ لا لا، ده سكريبت، معلش اللعبه مساعداه بصراحه. لا لا لا، ده كوسه، ده كوسه، ده كوسه يا جدعان. الواد ما جاش ب 2 جنيه يا جدعان، خد هدف ببلاش يا جدعان، ودونروما بيصد له كل الكور يا جدعان. لا 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 لا، صد له كل الكور يا جدعان، من الناس ما بتصدلهاش كور. لا يا جدعان، لا لا، بتحوروا، لا بتحوروا، لا الواد مقضيها رفعات اساسا، وما بيلعبش حلو، ما بيلعبش حلو يا جدعان، احنا بنلعب حلو قوي. لا لا لا، الواد فاز بهدف غريب قوي. لا 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 لا، فقدت الشغف، فقدت الشغف في المباراة بصراحة. ايه الهدف ده؟ انا مالي يا جدعان، ازاي الحارس طلع كده بالشكل ده ياخدها؟ ماليش دعوة، لا والله العظيم فقدت الشغف. الواد فاكر نفسه فايز يا جدعان، اقسم بالله العظيم 3 فقد الشغف وسايب المباراة اصلا، حرام حرام، اقسم بالله حرام حرام يا فيفا. دوناروما بيصد كل الكور يا جدعان، ايه؟ انا شفت دوناروما ده انهي كارت؟ صد الكور ما تتصدش يا رجاله، والله العظيم حاجه بطن قوي. فصلت اشوف الكارت بتاع الواد فؤاد دوناروما ده يا جدعان، من اول المباراه صد له كل الكور، وبعد كده الواد خد هدف مجاني، فانا بعد كده سبت المباراه، جاب الهدف الثاني بصلاح. لا 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 لا، عطلانة 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 المباراة. خد 11000، عشان يمكن عشان واخد 11، ياخد 11000، اللعبة خليته يعمل كده بجد. اللعبة عشان تخليه ياخد 11000 خليته يعمل كده. وريني كارت النورمال اللي معاك يا صاحبي. آه يعني سبحان الله، مترنخ 15 رانك وعمل كل ده. لا لا، غريب غريب قوي، غريب غريب فعلا. ايه يا عم اسمه ده؟ بتيجي يا اسطى، يا اسطى تعالى يا اسطى، انا تعبت يا راود. بعت النسخة اللي كنا عايزين نجيبها. تعالوا نلعب. طيب لسه فاضل وقت، لسه نص ساعة مخسرش، تعال نخش مباراة كمان. بس حرام والله، والله العظيم اقسم بالله، اللعبة بتخسرني مباريات المفروض ما اخسرهاش بجد، المفروض ما اخسرش المباراة اللي فاتت. ابو صلاح داخلين ضد ابو صلاح، المفروض في مباريات ما اخسرهاش خسرتها بسبب اللعبة، اللعبة هي اللي عايز تخسرني. بس انا دلوقتي مش فاقد التركيز خالص، والعب المباراة وحش قوي بصراحة يعني، بقالي صور بقالي كتير وتعبت. اه يا لعبة يا بنت اللذينة. ماشي ماشي يا فيف، ماشي يا فيف، ماشي يا فيف، يلا نلعب، يلا بينا، يلا ماشي. بص انا بلعب وانا فاقد الشغف والله، والله داخل صح يا جدعان، والله داخل صح يا فان دايك، عاش. طب ايه، ما انت خدتها يا
صاحبي انت خدتها يا صاحبي، حصل ولا ما حصلش؟ قول لي حصل ولا ما حصلش. بحبك يا كوندي. عاش يلا صلاح. لا لا لا، كل الكور بتاعتي بتتصد ولا ايه؟ لا يا جدعان، ايه القرف ده يا جدعان؟ يا جدعان الارتو ده ما يتصدش يا جدعان، من صلاح كمان، من صلاح اصفر. لا 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 لا، ابو صلاح هيفوز ظلم وزور يا جدعان، ابو صلاح هيفوز ظلم وزور، ظلم وزور، ظلم وزور يا جدعان. بكره هتعب في الهجمه يا جدعان، واكون انفراد والحارس يصد الكور يا جدعان. ايه طيب بجد ليه طيب؟ طب دي بتتصد، دي تتصد بلكت بنت اللذين، نستغفر ربنا. يلا يلا لو كنت عديت بلان. ماشي ماشي يا اولاد اللذينة، ماشي يا اولاد اللذينة، ماشي 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 يا اولاد اللذينة. ممكن نبدل الدبدة، نلعب بالانباع سترايكر. والله مبابي جامد فشخ، الحمد لله ما خدش ضربة جزاء، الحمد لله ابو صلاح ما خدش ضربة جزاء، عشان ده اللي كان هيقفل الدنيا خالص. والله العظيم امبابي جامد، الواد بيدافع حلو قوي، وانا مش شايف الظهير بتاعي. اكي اكي ورا يا جدعان، اكي بيلعب في ال ال دبليو لو تاخدوا بالكم، تاخدوا بالكم اكي بيلعب في ال ال دبليو. عند صلاح هناك بقى، ما توكش يا خلد، قلنا ما توكش يا خلد. يا دي القرف، ما تتصديش يا ده. عاش عاش انت وهو، اقسم بالله عاش عاش يا رجاله. ريبري انت لسه نازل، لسه نازل والله، لسه نازل، لسه نازل. طب ايه طيب ازاي يعني؟ ما بيتحركش ريبري، ما بيتحركش. الحارس بتاعه خارق يا جدعان، اسطوري. ايوه انا عايزكم تقعدوا ببعض كده. عايش اوف، يخرب بيتك يا صلاح، يخرب بيتك يا صلاح. عاش عاش يا صلاح والله، عاش يا صلاح بجد، عاش. وعاش اسيست من ريبري، طخ حلو. اخيرا اخيرا اتغلب الاسد، اللهم لا حسد. معروفة يعني اخر دقايق بتبقى ايه، مزاوية شرف. بس تعالوا كده نهاجم فيها، فيها هجمة، فيها هجمة، فيها مرتد، فيها مرتد. حكى فان دايك ضربني، ماتيو سواف بيتفرج على الكورة وهي معدية. بس ماشي فزنا يا جدعان، تعالوا نطلع نشوف الواد جه ولا لا. يا رب يكون جه، يا رب يكون جه، يا رب يكون جا. يا رب مش عايز اجيب حد غير ديونج يا جدعان. حلو حلو ديونج، حلو ديونج. جه جه الحمد لله. هقفل على كده، هنستلمه معاكم بس.
واقفل على كده ونظبط الفيديو الجاي عشان انا تعبت قوي. سلاموس.